أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفي من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا أمة واحدة
الظالمين إلا من ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل الذين لا يؤمنون
كنا نستمع القرآن الكريم مع الأستاذ القارئ الشيخ عنتر الهندلاوي القارئ والمقيم بمركز ومريم دمنهور على مقدرات الصوت وخرج الحديث الكبرى والمعرض الفني كتركبت من تحت إدارة المتوكل على الله الحاج أحمد عمرة المقيم بهذه البلية العامرة. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سبحانه جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.